أكد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أن الانتخابات النيابية والبلدية 2018 والتي بدأ التصويت فيها صباح اليوم إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان لقيادة جلالته الواعية والمستنيرة الفضل في تعزيز المكتسبات السياسية وحماية منجزات الوطن. وأشار معالي الوزير في تصريح له عقب إدلائه بصوته في الانتخابات إلى أن الحضور اللافت للمواطنين وتوافدهم على مراكز الاقتراع يأتي انعكاسا للوجدان والضمير الوطني، ويؤكد أن الشعب البحريني يعتز بوطنيته وعلى قدر كبير من المسؤولية، فالمواطن الذي يشارك صاحب قرار وطني وموقفه مقدر، مشددا على أن هذه الانتخابات بمثابة التحدي الوطني، والمواطنون يتخذون قرارهم في أجواء من الحرية والاستقرار السياسي. وأشاد معاليه بوعي المواطنين وحسهم الوطني المدرك لحجم التحدي وأهمية المرحلة ومتطلباتها التي تستدعي تعزيز الاصطفاف الوطني وحماية السلم الأهلي، منوها إلى أن البحرين ماضية بثبات وثقة نحو مستقبل زاهر بفضل وطنية أبنائها وتماسك مجتمعها. وأكد معالي الوزير أن الحضور الانتخابي والإصرار الوطني على المشاركة الشعبية والمساهمة في اتخاذ القرار يعكس الالتفاف الوطني حول قيادة جلالة الملك المفدى، بما يعزز قدرة البحرين على مجابهة التحديات وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.